نروح بقى على السوشيال ميديا. أيوة. مش السوشيال ميديا المنتخب، لا السوشيال ميديا لاحمد، نقرا لك كده شويه حاجات الناس بعتنا. بس عايز اقول لك بجد يعني ناس قايله لك كلام حلو. اشرف عاطف بيقول القلب الطيب الجدع ابن الاصول احمد التهامي، ورمضان فتحي منورين الدنيا الناس المحترمه، واكرامي المصري بيقول منور يا نجم النجوم، واسلام حسيني منور القناه يا كابتن احمد، وزينب صابر منور يا نجم النجوم، ربنا يخليكم. بص بقى جدا. مصطفى بيقول ايه، مصطفى بن عادل بيقول لك لا مفيش اسئله، انا جاي احط قلوب للحلقه العظيمه دي. الله ميرسي ميرسي يا مصطفى. هاني الكولي ال ايه ال 3000 ايه ده؟ كام سنة عشان تقدر تجيب لي جسمك؟ هو واضح انه بيسأل ان خدت منك يعني وقت، خد منك وقت قد ايه انك توصل للفورمة دي؟ بس هو الصيغة بتاعته صعبة شوية. العمر كله يعني الرياضة من الصغر. انت بديت من وانت يعني؟ انا الرياضة من الصغر يعني طبعا من 7 سنين سباحة، ألعاب قوة، بعد كده جودو، ونظام أكل جيم. طبعا يعني الصغر، بس طبعا كل حاجة يعني في اي وقت نقدر نلعب رياضه ونقدر ان احنا نعوض. صحيح، نعوض. طيب. اللي فات حماده حبيب بيصبح علينا كلنا وعلى فريق العمل في القناه، وبيصبح عليك يا تهامي، وبيقول لك منور القناه، وبيقول لك سؤالي ايه اخر اعمالك الفنيه، وما هي افضل المواقف الطريفه اللي جمعتك مع لعيبه النادي الاهلي؟ ومعاذ حمدي الازهري بيحيينا وبيحييك وبيقول لك نورت القناه. طيب نرجع بقى لسؤال حماده حبيب، اخر اعمالك الفنيه وافضل المواقف الطريفه او اكثر المواقف الطريفه اللي جمعتك مع لعيبه الاهلي. والله اخر اعمالي انا كان عندي فيلم زنزانه 7 طبعا مع اخواتي احمد زاهر ونضال الشافعي ومنى فضالي وعبير صبري وايهاب فهمي، وكان اخراج ابرام نشأت، وده كان اخر حاجه في السينما. عندي حاليا بصور يعني مسلسل انا حابه جدا، جواز فارس بلا جواز، طبعا مع 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 اخويا وحبيبي طبعا النجم مصطفى قمر، وانا بحبه جدا، وطول عمرنا يمكن هو مصطفى صديق عمر كمان، وطول عمرنا بنقول نفسنا نشتغل مع بعض، والحمد لله يعني انا بشارك معاه السنه دي في مسلسل فارس بلا جواز اخراج الاستاذ معتز حسام. وعندي احسن اب مع طبعا علي ربيع